شكرا. كابتن محمد اجيلك، يمكن انت عندك قصه شويه كده، يمكن السنه اللي فاتت لم توفق تمام، وده كان الايفنت الوحيد اللي ما توفقناش فيه تمام، بعد ما كنت كبير طبعا وشغلك طويل هذا الموسم اتوفقت. كلمني عن الرحله دي. لا، هي الرحله كانت كبيره شويه. احنا عايزين نسمع. السنه اللي فاتت كان حصل دروب كده غريب، وكان عدم توفيق بس في المباراه الاوريدي. الفرقه اللي لعبت فرقه 18 سنه اوريدي، هي لعبت في نفس، انا كنت ماسك السنه اللي فاتت 18 21 سنه، فاوريدي نفس الفرقه لعبوا فرقه الزمالك في ماتش الفاينل في 21 سنه وكسبنا الماتش 3-2. نفس الفرقه هم كبروا بقت 21. لا، السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت لعبت الزمالك مرتين فاينالين بينه وبين بعض ساعتين زمن تمام، فكسبت واحد وخسرت الثاني. حتى الثاني انا اوريدي كنت كسبان 2-1 والماتش السكور بتاعه قلب 3-2 وخسرت بغلطات بسيطه جدا من جوه الماتش، يعني سوء توفيق. سوء توفيق وعدم توفيق بس. فحتى بعد الماتش انا حتى قعدت اتكلمت مع اللعيبه وعادي، خلاص حصل خير، ربنا مش فايد وربنا سهل التعود السنه الجايه، بس انا ان شاء الله هكسب السنه الجايه بجيل اصغر منكم، لان اللعيبه دي وصلوا 21 انتوا هتكسبوا الزمالك كده كده السنه الجايه ان شاء الله، انا متاكد ان انتوا تكسبوهم السنه الجايه في 21 سنه، وده اللي حصل السنه دي. هم الحمد لله كسبوهم مع كابتن احمد عبد السلام في 21 سنه، وجينا في فرقتي بقى اللي هم 18 بدات اجهز مجموعه ثانيه، وحتى كان في دروب صغير ان انا رقم 2 بتاعي بتاع الفرقه اوريدي هو لعيب محترف في المانيا اسمه احمد هشام، ده اوريدي بسبب موضوع الكورونا والكلام دوت في المانيا قفلت فما عرفش يجي معايا. فانا لاعب معايا رقم 1 ومعايا رقم وربع. لا في التصنيف العام كتصنيف عام رقم 10 و11 و20 على مصر الاربعه اللي كانوا معايا. فانا معايا رقم 1 وهو مروان واحد يخش يبقى رقم 2 بس كده، وده اللي حصل. يعني الحمد لله كسبت الماتش 3-0 تمام، كسبت الزمالك 3-0، كسبت اقوى واحد عندهم في الفرقه دي الزمالك، اللعيب بتاعي رقم 2 اللي هو رقم 12 على مصر ده كسبه 3-0 جوه الماتش. هو ترتيبه كام رقم 2 عندهم؟ رقم 2 عندهم هو لعب فاينل البطوله اللي فاتت خسر من مروان جمال في الفاينل 3-1 في الفاينل، يعني مصنف رقم اول ثاني مثلا، مصنف الثاني على الجمهوريه حاليا بقى رقم 2. الثالث بقى عندك كده؟ الثالث كان ده كان مفاجاه في البطوله، يوسف ابو يام ده اوريدي كان لعب ماتش دور الثمانيه وما لعبش السيمي فاينل، ودخل مره واحده لعب ماتش الفاينل، يعني ما لعبتوش لان كان حصل دروب في السيمي فاينل، مش دروب هو كان في سوء توفيق في المباراه اللي كانت قبل كده، بس اللعيب بتاعي كسب وكسبنا الماتش 3-0 في السيمي فاينل لعبنا سبورتنج، فدخلت الفاينل. فانا ماتش الزمالك مش هبقى محتاج في ماتش الفاينل غير حد يحتاج يقف الضغطه كويس قوي، فغيرت اللعيب في ماتش الفاينل ونزل يوسف ابو اياب في الماتش الفاينل، كان خسران الاول 2-0 في الماتش الثالث، والماتش قلبه وكسبت الحمد لله 3-2 وكسبت الماتش التوتال 3-0. حلو تتحدى نفسك وتتحدى ظروفك. حلو الحمد لله. لا كانت متعه، ودي كانت حلاوه المكسب في البطوله. دي كانت ليها حلاوه ثانيه. المكسب سهل ملوش طعم. الله يرضى عليك. ربنا يخليك.